طب ما الذي يحدث اليوم أيها الأحبة؟ ماذا عن إحمرار السماء شرق الصين؟ ماذا عن الشمس الاصطناعية التي يقال إن الصين قد أطلقتها مؤخرا؟ هناك تغيرات متسارعة تحدث اليوم أيها الأحبة، وهذه الظاهرة أيها الأحبة أنا أقول لكم ستظهر ذات يوم لتغطي الأرض كاملة، كما أنبأ بذلك القرآن، يتلون باللون الأحمر مثل قرص النحاس، يظهر هكذا في السماء. والصور الرائعة التي التقطت الحقيقة، حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ماذا عن الشمس الاصطناعية التي يقال إن الصين قد أطلقتها مؤخرا، وانتشر هذا الخبر عبر مواقع الإنترنت؟ ماذا عن إحمرار السماء شرق الصين؟ طب ما الذي يحدث اليوم أيها الأحبة؟ كثرة الحروب وكثرة الظواهر الكونية العنيفة التي لم تكن أو لم نكن نراها من قبل، العاصفة الترابية في منطقة العراق والشام، ماذا عن هذه الأحداث اليوم؟ هل اقتربت النهاية أم أنها مجرد أحداث عادية؟ هذا موضوع لقائي معكم اليوم أيها الأحبة. رجاء أحبتي في الله، أنا لن أقدم لكم معلومات جيولوجية أو معلومات عن الطقس أو معلومات أو أخبار عن حجم العاصفة وحجم لماذا احمرت السماء أو لم تحمر. أنا سأخذ العبرة وسنحاول أن نجري تحليل علمي معا لما يحدث الآن من حولنا. وهل تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ هل أشار القرآن إلى ذلك؟ طيب ما هي العبرة من كثرة الأحداث اليوم؟ يعني اليوم الكون على يعني الأرض اليوم وضعها غير ما قبل 10 سنوات أو 20 سنة أو 50 سنة. هناك تغيرات متسارعة تحدث اليوم أيها الأحبة. سأبدأ معكم بموضوع العواصف الترابية والغبارية التي تعصف في بعض البلدان، وهذه الظاهرة أيها الأحبة أنا أقول لكم ستظهر ذات يوم لتغطي الأرض كاملة، كما أنبأ بذلك القرآن، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. إذن أخي الحبيب، هنا القرآن يعلمنا في سورة الدخان أن هناك كارثة ستحل على البشر، ولكن النهاية سعيدة. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون. إذن الذي يكشف البلاء هو الدعاء. أنا أحب أن أقول لأحبتي في كل مكان ممن تصيبهم هذه الكوارث، سواء كانت حروب، مجاعات، عواصف ترابية، زلازل، ظواهر غريبة، أوبئة، الحل هو الدعاء كما علمنا القرآن العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إنا كاشف العذاب قليلا، يأتي الجواب مباشرة. ولكن للأسف أنا أرى أن هذه الظواهر كلما كثرت يكثر الفسق والطغيان والربا وأكل أموال الناس بالباطل والنميمة والبعد عن الله واللهو والزنا والفواحش والأفلام الإباحية. كيف تريدون أن يكشف الله هذا العذاب؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أحبتي في الله، القرآن يعطينا حقائق الماسونية العالمية اليوم والنظام العالمي والقوى الكبرى لا تريدنا أن نراها. باختصار، النظام العالمي اليوم الذي يتحكم به قوى قليلة ولكنها تسيطر على العالم للأسف، تريد منك أيها الإنسان أن تكون خاضعا لأي شيء يقال لك.
الحد تلحد، اتبع الشهوات، اتبع الزنا، اتبع مشاهدة الأفلام الإباحية والمسلسلات وإلى آخر والأغاني. يعني سيطرة كاملة، استحوذ عليهم الشيطان. الدعاء إذن هو السلاح رقم واحد في كشف أي ظاهرة كونية مدمرة. فالعواصف الترابية عندما تصيبك أخي الحبيب، أول شيء التجئ إلى الله. هناك أدعية، كم واحد يدعو بها؟ كم واحد تعلم دعاء النبي عندما كان يستعيذ من شر الريح؟ كم واحد يتذكر أن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما كانت تهب عاصفة غبارية أو ترابية كان يلجأ إلى الله ويستعيذ من شرها وشر ما أرسلت بها؟ اللهم إنني أعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما خلقت له وشر ما أرسلت به. الاستعاذة بالله من شر هذه الظاهرة، هذا الغبار، هذه العاصفة، هذه الريح، سينجيك طبعا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. شيء ثاني أيها الأحبة، الإخلاص لله عز وجل. أنت عندما تكون في البحر وتميل بك السفينة وتستيقن أنك غارق لا محالة، فإنك تكون في أعلى درجات الإخلاص. الإنسان في حالة الغرق وحالة الهلاك يكون في أقصى درجات الإخلاص، وهناك دراسات علمية حول ذلك تؤكد هذه الحقيقة. هذا الإخلاص هو الذي ينجيك من الكارثة. دعوا الله مخلصين له الدين. فدائما الإخلاص بعده نجاة. فلما نجاهم فأنجيناهم، فنجينا دائما بعد الإخلاص. لذلك العنصر الأول هو الدعاء، والعنصر الثاني هو الإخلاص. دعوا الله مخلصين له الدين. ما معنى الدين؟ الدين هو بشكل عام هو القوانين التي وضعها الله في الكون. أن تلتزم بعبادة الله الواحد وتطبق ما أمرك الله به تماما، هذا هو الدين. أن تخلص، أن تطبق تعاليم الإسلام، تطبق ما أمرك الله به. الله يقول لك أخي الحبيب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب أنت عندما تكذب بالله عليك، تكذب على زوجتك وأهلك وفي الشارع وفي تجارتك، تغش وتكذب على الناس وتكذب على أصدقائك وتكذب على أولادك، الكذب في حياتك، بالله عليك كيف تريد أن يستجيب الله دعائك؟ الله يقول لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. النبي يقول لك من غش فليس منا، خارج هذه المنظومة الإيمانية. طب أنت عندما تغش إنسان وتخدعه كيف تريد أن يستجيب الله دعائك؟ إذن مخلصين له الدين أي أنك تطبق تعاليم الله التي أمرك بها بإخلاص، فالدعاء في هذه الحالة يكون مستجابا 100%، والله ينجيك. أنجى الأنبياء، يعني مثلا موضوع العاصفة الترابية التي شهدناها قبل أيام، هل هي أصعب أم الموقف الذي كان فيه سيدنا يونس في ظلمات البحر وفي ظلمات بطن الحوت، أيهما أصعب؟ على الأقل هذه العاصفة هناك مشافي وهناك بيت تحتمي به وهناك أكسجين وهناك وسائل كثيرة يستطيع أن ينجو بها الإنسان. أما في ظلمات البحر، في أعماق البحر، في وداخل بطن الحوت، من الذي ينجيك؟ على الرغم من ذلك عندما قال سيدنا يونس
أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الاستجابة جاءت بحرف الفاء، والفاء هنا للسرعة، فاستجبنا بسرعة، استجابة تحققت. لماذا؟ اعترف أنه ظلم نفسه. لا إله إلا أنت، وحد الله، اعترف بأنه لا إله إلا الله، لا أحد ينجيني إلا الله، لا أحد يستطيع أن ينجيني من هذا الشر إلا هذا الإله العظيم، فأنا أدعوه مخلصا له الدين، وأعترف أنه إله واحد، وأعترف أنني ظلمت نفسي، أخطأت كثيرا في حق الله، لم ألتزم بما أمرني الله به، لم أنتهي عما نهاني عنه الله سبحانه وتعالى، ارتكبت المعاصي والذنوب والآثام، وتكلمت على الناس بالنميمة. أنا الآن مستسلم بين يديك أيها الإله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا دعاء مهم في حالة الكوارث أحبتي في الله. كم واحد من الذين أصابتهم هذه العاصفة تذكر هذا الدعاء ودعا به؟ قليل. لماذا قليل؟ لأننا نحتاج إلى ثقافة الدعاء، ثقافة اللجوء إلى الله، غير موجودة اليوم، لأن المسلسلات والأغاني والغلاء والوباء والأحداث السياسية التي لن تستفيد منها شيئا يوم القيامة، مهما فكرت ومهما تابعت ومهما ضيعت وقتك لن تستفيد شيئا ولن تغني عنك من الله شيئا. دماغنا أصبحت محشوة بمعلومات تافهة، فلم يعد لدينا ثقافة أن نلجأ إلى الله، ثقافة أن نحتمي بهذا الإله العظيم بقوته سبحانه وتعالى. دعاء ثاني أيها الأحبة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كم واحد تذكر أن يقرأ دعاء سيدنا يعقوب عليه السلام الذي ببركته حفظ الله ابنه يوسف وهو في الجب، وهو في السجن، وهو بين يدي امرأة العزيز التي تربصت به، حفظه من الفاحشة، حفظه من الموت. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. كم واحد منا فكر عندما تصيبه ريح أو ضرر أو زلزال أو حادث معين أو حتى نقص في الرزق، كم واحد فكر أن يقول فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، وينوي أن هذا الله، هذا الإله سبحانه وتعالى هو القادر أن يحفظني ويحفظ أولادي ويحفظ أهلي ويحفظ من أحب. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إذن أخي الحبيب، الدعاء يرد القضاء، وكله بأمر الله، كله مكتوب طبعا، الدعاء مكتوب لك والقضاء مكتوب لك. موضوع الثاني أحبتي في الله، رأينا احمرار السماء في الصين بشكل غريب، ظهرت السماء من خلف الناس لونها أحمر في شرق الصين، منطقة على البحر ظهرت بلون أحمر، فالناس رعبوا وظنوا أنها يوم أن الساعة قريبة وأن القيامة قد قامت، على الرغم من أن الصين فيها نسبة إلحاد كبيرة جدا، ولكن في حالة الكوارث الإنسان بفطرته يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر. والدراسة التي قامت بها جامعة أكسفورد على ما أعتقد وتحدثنا عنها أثبتت أن الإنسان بفطرته منذ أن يخلق يميل باتجاه الإيمان بالله واليوم الآخر، شيء فطري بداخلنا، ولكن هذه الفطرة تظهر في حالة الكوارث، تظهر في حالة الهلاك أو الإشراف على الهلاك. هذه الظاهرة أيها الأحبة بغض النظر عن أسبابها، طبعا يقال إن الشمس
كان لها نشاط قوي جدا سببت احمرار جزء من السماء. وهذا الكلام نفته وكالة ناسا حيث قالت إن يوم السبت الذي وقعت فيه هذه الظاهرة كان النشاط الشمسي هادئا جدا ولم تسجل أي مشاكل أو نشاط زائد. هناك من يقول أن السماء تلونت بسبب اقتراب نهاية العالم، وهذا الكلام غير صحيح. النهاية قريبة ومثل هذه الظواهر ستكثر أيها الأحبة، والأيام تظهر لنا يوما بعد يوم الظواهر هذه ستكثر، الظواهر الغريبة الدليل على اقتراب الساعة. ولكن السبب الحقيقي الذي تبين أخيرا لوكالات الأرصاد في الصين أن السفن لديهم يضعون من أجل اصطياد السمك ضوء أحمر أو ضوء فوسفوري يؤدي إلى توهج، يظهر لك وكأن السماء تتوهج باللون الأحمر. طبعا هذا هو التفسير الرسمي، ولكن الحقيقة الله أعلم بها، حتى الآن غير واضحة. يعني كما قلت لكم أيها الأحبة، أنا بالنسبة لي شخصيا لا أفكر لا بالظاهرة ولا بأسبابها، أنا أفكر ماذا أعمل. يعني هناك كارثة، أنا أفكر ماذا أعمل، ما هو السلوك الصحيح الذي يجب أن أقوم به. هذه كلها إشارات لاقتراب الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد لنا أنه سيأتي زمن أو لن تقوم الساعة إلا أو حتى تروا أمورا عظاما لم تكونوا ترونها من قبل أو تحدثوا أنفسكم بها، أشياء جديدة جدا لم نكن نراها، لم نكن نعرفها، ستحدث وتكثر. يعني الأيام القادمة أحبتي في الله كل فترة ستجد ظاهرة لا تدري من أين تأتي. الحصن الحصين الذي تلتجئ إليه هو الله سبحانه وتعالى، الله موجود. أنت في النهاية ستموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فالدعاء أخي الحبيب هو أفضل شيء تقوم به. القضية الثالثة أحبتي في الله قضية الشمس الاصطناعية التي يقال إنها ظهرت في الصين، والصور تظهر طبعا بعض الفيديوهات تظهر وكأن قرص مثل الشمس يصعد في السماء، ولكن بسبب الكاميرات والتصوير كانت هذه اللقطة خادعة بالنسبة للناس. الحقيقة أن هذا الصاروخ أطلقته وكالة الفضاء الصينية، وأثناء التصوير انعكست يعني الأشعة القادمة من الغازات المحترقة في هذا الصاروخ وشكلت قرصا يشبه الشمس. هذه خدعة فقط، وإلا لا أحد قادر على أن يقلد خلق الله في هذا المجال. وموضوع اختراع الشمس هذا الكلام خارج طاقة البشر تماما، لا يمكن، لأن عملية أن تخترع شمسا، الشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة. يعني تخيل لو قلت لك أن البشر سيخترع كرة أرضية، مزحة يعني. فلذلك موضوع شمس اصطناعية وهذا الكلام كلام فارغ لا أساس له، هي عبارة عن لقطات تنتشر هنا وهنا في الإنترنت. أحب أن أختم بموضوع خسوف القمر. الخسوف الذي حدث قبل أيام قليلة وشاهده الناس ظاهرة القمر الدموي العملاق يتلون باللون الأحمر مثل قرص النحاس، يظهر هكذا في السماء، والصور الرائعة التي التقطت الحقيقة لهذا الكسوف 2022. هذه الظاهرة أحبتي في الله يراقبها الناس ويستمتعوا بمشاهدتها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبرها ظاهرة طبيعية قبل 1400 سنة في زمن كانت الأساطير تنسج حول هذه الظاهرة. يعني مثلا عندما كان يحدث كسوف للشمس يسرع الناس ليقولوا هناك إنسان عظيم مات، أو تنينا ابتلع الشمس، أو أن حربا ستقع، أو أن كارثة ستأتي.
النبي نفى هذا. كذلك خسوف القمر، كانوا يعتقدون أن القمر يتلون بألوان مختلفة لأسباب كثيرة جدا، وكلها خزعبلات وخرافات. النبي ماذا قال أحبتي؟ فلأنظروا إلى روعة الكلام النبوي، انظروا إلى هذا الحبيب الذي لم يكن يريد الشهرة ولا المال ولا يريد هذه الدنيا أصلا، هو يريد شيء واحد، يريد لنا الخير. النبي يقول لهم عندما قالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، تصادف الكسوف مع موت ابن النبي وعمره أشهر قليلة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. يعني هذه الخزعبلات انزعوها من رؤوسكم، إنه مات فلان، فلان خسر معركة، ملك مات كذا، هذا كلام فارغ. الشمس والقمر آية ظاهرة كونية بكل بساطة، اليوم العلم يقول ذلك، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. لا تنظر إلى الشمس أثناء الكسوف، لأن الأشعة فوق البنفسجية التي لا تراها يمكن أن تدمر العين وتحدث حروق خطيرة. إذن افزع إلى الصلاة. لذلك من السنة صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. بشكل عام أحبتي في الله، أود أن أختم بهذا الدعاء الجميل اللطيف الذي ينبغي علينا أن نتعلمه، ندعو به الله سبحانه وتعالى في حالة الشدائد، في حالة الكرب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو به ويعلمه للناس، ويقول لهم هذا الدعاء يضمن خيري الدنيا والآخرة. في كل لحظة قل هذا الدعاء، اجعله على لسانك دائما: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. دعاء يجمع لك خير الدنيا وخير الآخرة. اللهم اغفر لي، تبدأ بالمغفرة ضروري قبل أن تطلب من الله، يجب أن يغفر لك، أن يسامحك، أن يصفح عنك. يعني أنت قصرت في حق الله، لم تلتزم بتعاليم الله، أسأت الأدب مع الله، تطلب هكذا مباشرة؟ اطلب المغفرة أولا: اللهم اغفر لي وارحمني، ارحمني يا رب من هذه الكوارث، من هذه الأمراض، من هذه الأوبئة، من هذه العواصف، من هذه الظواهر، من هذا الغلاء، ارحمني ممن يريد أن يتربص بي، ارحمني من شر المرض، من شر الفقر. الرحمة هنا شاملة لكل شيء. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، اهدني إلى العلاج الصحيح، اهدني إلى الشفاء، اهدني إلى الطريق الصحيح، اهدني إلى حل مشاكلي، اهدني إلى الرزق الصحيح، اهدني إلى علاج هذه المشكلة. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني. العافية ضرورية جدا أيها الأحبة. إذا ضمنت العافية، هذه النعمة تكفي أن يكون الإنسان معافا في بدنه. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ماذا يوجد أجمل من ذلك؟ لذلك أحبتي في الله، أرجو أن تحفظوا هذا الدعاء وترددوه دائما في الرخاء، في السر، في العلن، قبل النوم، عند الأكل، كلما تلفت أدعو بهذا الدعاء، والله سبحانه وتعالى سيستجيب لك، لأن الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتواضعين، من الذين لا يستكبرون عن عبادة الله، والذين يدعونه رغبا ورهبا، والذين هم له خاشعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.